بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ تاني. معلش نقول لكم النهارده وخمس دقايق جلديه ونقول اي هايبر او دي بيجمنت ليجن سببها يا اما ميلانو سايتو بينك او ميلانو بينك او نان ميلانوتيك. يعني ايه ميلانو سايتو بينك؟ يعني الميلانو سايت مش شغاله، ميلانو سايتو زي فيتاليجن او ميلانو بينك. حد جاب سيت ميلانو سايت؟ ميلانو سايت شغاله او موجوده بس مش شغاله، زي يا جماعه في حالات الالبينو، زي في حالات بتريز قلبه، زي في حالات الهايبو بيجمنتد ليجنز الموجوده مثلا في التيوبرس كليروزس. ميلانو بينك يبقى اما ميلانو سايتوبينك او ميلانو بينك او نان ميلانوتيك. نان ميلانوتيك زي بالظبط يا جماعه في النيفاس انيميك. ثاني موضوع او الهايبو بيجمنتيشن سببها فاسكولار، حته في جلدك بيبقى فيها سوبر سنسيف ريسبونس للنورمال كاتيكولامين فتبان انها بيضه، بس اكشولي اتس فاسكولار ليجن ملوش علاقه بالميلانوسايت ولا بالميلانين بيجن. ده الجزء اللي كنا عايزين نتكلم عليه او تكمله امبارح. النهارده بقى وعدتكم نتكلم على البي ار بي والبليتلت ريتش بلازما، واحنا يعني ما بنعملش بليتلت ريتش بلازما صح، هي دي مشكلتنا، عشان كده مش لاقيش نتائج كويسه. طيب البليتلت ريتش بلازما بتتعمل ازاي؟ عندنا 73 طريقه، انا جمعتهم 73 طريقه للبي ار بي بليتلت ريتش بلازما، اشهرهم هو استخدامي للستريت تيوبس. الستريت حاجه بسيطه ورخيصه مش مكلفه خالص، بنجمع 10 سم دم نحطها في التيوبس بتاعت الستريت ونلفها. خلي بالك معايا بقى من اللف دي، بنلفها على 1500 في السنترفيوج لمده ثلث ساعه. بعدين احنا هنعمل بي ار بي، مش هنعمل اي حاجه. الدم لما بيتفصل بيتقسم لثلاث اجزاء، بي 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 اللي هو بليتلتس بور بلازما ده معظم التيوبس، بي ار بي حاجه بسيطه لا تتعدى النص ملي فوق الريد بلاد سيلز وتحت خالص الريد بلاد سيلز، يبقى الدم هيتجمع ليه. بي 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 ده الجزء الكبير قوي من البلازما، بي ار بي جزء صغنن خالص فوق البلاد وتحت البلاد او الريد بلاد سيلز. احنا المفروض بنسحب نص ملي، نص ملي من فوق سطح البلاد، وهو ده البي ار بي، هو ده ماي تارجت. طيب في ناس بيقول لك ايه، او استسهلنا بقى تروح ساحبين البلازما كلها ونحقن. طب جرب كده نحقن النص سنتي، خلي بالك معايا، ناخد النص سنتي اللي فوق الريد بلاد سيلز ونحقنها في التارجت اريا بتاعتك، بعد كده خد البلازما احقنها كلها بقى زي ما انت عايز. يبقى خلينا يا جماعه نركز على البي ار بي عشان ناخد نتائج حلوه. طبعا في التيوبس اللي جاهزه وفي انواع كويسه جدا 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 في الماركت والاسعار مختلفه. يعني انا بحب مثلا نوع اسمه زوم ايطالي، في نوع كوري لطيف اسمه الايسل، حاجات جميله جدا وسهله. هنا بنلف التيوب على 3500 في السنترفيوج وبناخد ال 10 سم وبناخد برضو يا جماعه هيتجمع البلازما نفس الكلام بي 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 وبي ار بي. البي ار بي واكرر كلامي فوق البلاد مسافه تقريبا نص الواحد ملي، وبقيه البلازما كلها بي بي بي. ناخد بقى السنتي اللي فوق البلاد ده، السنتي اللي هو بيبقى في التيوبز والبريبير دي بيبقى تحت فوق الجيلاتينس باتيري، يعني التيوبز دي بتفصل لك البلازما فوق وتحت الريد بلاد سيلز وفي جيلاتينس باتيري. احنا بناخد بقى السنتي اللي فوق الجيلاتينس باتيري دي وناخد ونحقن التارجت بتاعك، بعد كده خد بي 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 زي ما انت عايز بقيه البلازما بليز، هتلاقي النتائج فارقه جدا 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 جدا. طيب بنعمل البلازما كام مره يا جماعه؟ بليز 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 البي ار بي عشان تبقى افيشنت بنحقنها مره واحده كل من اربع لست اسابيع، كل من اربع لست اسابيع، مفيش حاجه اسمها كل اسبوعين، مفيش حاجه اسمها كل اسبوع، كلام بنسمع دلوقتي حاجات غريبه جدا. بنعمل من كل اربع لست اسابيع، نقول كل شهر بنعمل جلسه. الماكسيمم بتاعك كام؟ خمس لست شهور، خمس لست، ده اكتر حاجه في الدنيا، ده الناس اللي هم الرهيبه يعني بتعمل حاجات كتير قوي. احنا بنقول ماكسيمم خمس لست مرات في السنه، وهريح ست شهور لو عايز تعمل تاني. الافكسي اخباره طبعا جميله جدا 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 في الاندروجينيتك الوبيشيا، ودي حقيقه وبتجيب نتائج جميله. خلي بالك هي ما بتعالجش، بس هي بتساعد الهيري جروث، بتساعد التوبيك ميديكيشن انت بتديه، بتساعد المينوكسيديل، بتساعد الجروث فاكتور اللي انت بتديه مع العلاج بتاعك. فالبي ار بي من الحاجات الجميله جدا. على فكره في تيوبس
البي ار بي، وبنستخدمها في، مش احنا بنستخدمها، بتوع العظام بيستخدموها في الهيلينج بتاع الدلايد ووند هيلينج او الدلايد بون هيلينج. والتيوب على فكره ثمنها 4500 جنيه. طبعا الفيكس بتاعته بتبقى عالي جدا 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 جدا، بس طبعا ان انت تستخدمها عندك في الجلديه صعب شويه عشان ثمنها. فالبي ار بي مانوفر مهم جدا ورائع جدا افكتيف جدا، يا ريت ما نظلموش ونعمله صح. لا اما نستخدم الستريت تيوب، لا اما نستخدم الادرينالين تيوب، لا اما نستخدم الويل بريبيرد تيوبس. زي ما قلنا بنعمل جلسه كل 4 ل6 اسابيع، يعني كل شهر تقريبا. الماكسيم بتاع 5 6 جلسات في السنه، نعمل نقرر الجلسات بعد 6 شهور. البي ار بي مانوفرز مهمه جدا جدا، انا بحبها جدا في اندروجينيتك الوبيشيا، في الهير ريجروث، ممكن افكتف شويه في الميلازما زي ما اتكلمنا عليها امبارح. جميله جدا 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 في كرونيك ألسر، رائعه رائعه. بس لو سمحت، لو سمحت في كرونيك ألسر، لو سمحت ما تحقنش بلازما، بليز احقن بي ار بي. اسحب البليتلتس اللي فوق البلاد واحقنها بيور، هتشوف نتائج رائعه. سيبك بقى من البي بي بي، احقنها بعد ما تخلص البي ار بي. خد البي ار بي واحقنها في الاول، وبعد كده الباقي اعمله او احقنه. طولت عليكم شويه، كل سنه طيبين، واستنوني بكره ان شاء الله في 5 دقايق جلديكم. باي باي، سلام عليكم. نجيل الشيخ.